سؤالي إنه ليه فقط البشير يوحنا استخدم هذه التعبيرات؟ تعبير كلمة الله استخدمها الرسول يوحنا أكثر شيء، وتقريبا هو الوحيد اللي استخدم هذا التعبير. وأنا بتفاجأ أيضا أنه لما هو هذا التعبير الموجود في القرآن عن كلمة الله، فهو عن المسيح أنه هو كلمة الله، هو مأخوذ من إنجيل يوحنا اللي هو عادة يهاجم من الأحباء المسلمين على لأنه إعلانه الصريح عن ألوهية المسيح، لكن تصريح كلمة الله هو مأخوذ من هذا الإنجيل اللي هو عادة يهاجم. الرسول البشير متى كتب إنجيله لليهود اللي هو كتبه حتى يبين أنه هذا يسوع الناصري هو ملك اليهود، هو الملك المنتظر، هو المسيح المنتظر. مرقس كتب الإنجيل حتى يبين أنه هذا يسوع هو عبد الله، عبد المتألم اللي هو جاء يخدم الناس، لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. إنجيل لوقا بيذكر المسيح الإنسان اللي هو بيتكلم عن نسبه إلى آدم. إنجيل يوحنا بيذكر المسيح ابن الله، فإذا لوقا ذكروا ابن الإنسان يوحنا ذكروا ابن الله، وتكلم عنه باعتباره أيضا كلمة الله، وفي رسالته الأولى قال عنه هو كلمة الحياة التي أظهرت، وإحنا عرفنا هاي الحياة الأبدية التي كانت عند الله وأظهرت لنا. فهو أخذ هذا المصطلح اليوناني اللي كان شائع في هذاك الوقت، لكن بين أنه هذا المبدأ اللي هو الكلمة هو شخص إلهي جاء إلى عالمنا ومات وقام من أجلنا.